مشاهدينا الأكارم في كل مكان، مرحبا بكم. حلقة جديدة من حالة استفهام، نواصل ما بدأناه في الحلقة السابقة عن هموم المؤسسة الصحفية. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الحريات المتاحة وسقف الحريات في الصحافة، تحدثنا عن مدخلات الصحافة، وسنواصل الحوار في هذه الحلقة مع ضيوف آخرين أعزاء علينا في هذه الحلقة. ولكن نتابع هذا التقرير الذي أعددناه لكم عن واقع المؤسسات الصحفية، ثم نعود كرما. ابقوا معنا. قرن من الزمان سعت فيه الصحافة السودانية لإنسان هذا الوطن بتاريخه ونضاله وتكويناته البشرية المتباينة والمنسجمة، بعد أن تلمست همومه وأوجاعه بسياسات تحريرية تحتكم إلى المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي، متكئا على تراث إنساني عاقد حاجبيك عنده من الدهشة. لتمضي السنين ومع غروب كل شمس تملأ صدور الصحفيين عتمات سوداء يتكاثف بعضها فوق بعض، لما انتهى إليه حال السلطة الرابعة، لتعيش الصحافة فراغا شاسع الأبعاد جراء التردي العام الذي يلفها، بدءا من البنى التحتية، التدريب، الأجور، الأداء المهني، النقابة، القوانين والحريات، واقتصاديات الصحافة، ومدخلات الصناعة، وصراعات الملاك والناشرين، لتقود كل تلك الإشكالات إلى انهيار أكثر من 20 مؤسسة صحفية منذ مطلع الألفية، والتي أسهم فيها بعض ربابنة النشر الذين حلموا بالدخول إلى عالم الرأسمالية بالعبث بمقدرات صاحبة الجلالة. مخاوف وهواجس لا تنتهي على واقع المؤسسة الصحفية في السودان، وقلق لا ينتهي يخترق جوف مئات الصحفيين الذين هجرتهم المهنة وتشردوا بعد انهيار مؤسساتهم، ليتحول آخرون إلى مهن أخرى هامشية بحثا عن اللقمة الحلال. وفي إطار عشرات من الصحفيين يتناقشون حول مهنتهم بعد أن لفظتهم مؤسساتهم وباتوا خارج سوق العمل الصحفي، بعد أن أصبحوا غير مرغوب فيهم بأمر كثير من الناشرين لكونهم فقط من المنادين بالحقوق والواجبات، وبعد أن ازدادت هوة صراع الرؤى والمفاهيم بينهم وبين رؤساء التحرير لتناولهم لقضايا سكتت عنها تلك الأجيال الرافضة لطريقة تناولهم المنفتح الذي يصادم الكثير من الموروثات التي يتشبث بها بعض قدام الصحفيين، وهو صراع صامت دائما ما يدار في دهاليز غرف إدارات التحرير. كل تلك الإشكالات مجتمعة تقودنا إلى طرح تساؤل مر لوضع ملح الحقيقة على جرح التساؤلات النازف: هل تمضي الصحافة السودانية إلى زوال؟ وهل تعيش مغيبها وحيدة على شرفات التاريخ؟ مرحبا بكم مرة أخرى. أثارت الحلقة السابقة التي قدمناها الثلاثاء الفائت عن هموم الصحافة السودانية العديد من حالات الاستفهام، وفتحت أسئلة أخرى وحالات استفهام أخرى نطرحها على ضيوفنا داخل الأستوديو. ورحب بهم كثيرا أستاذ عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا وسهلا. والكاتب الصحفي، مرحب بك. وأيضا أستاذ عبد الرحمن الأمين، رئيس تحرير صحيفة القرار، مرحبا بكم. مرحبا بكم. ولا بد كان أن يكون معنا الجزء الآخر، المطبعة والنشر، الطباعة والنشر، وأيضا بجانبهم الطباعة والناشرين، الأستاذ محمد وداع المدير العام لمطبعة الكاظمية. أهلا بك. أستاذ الهندي عز الدين، رئيس مجلس إدارة المجهر السياسي، مرحبا بك. مرحبا عليكم. السلام. وأرحب أيضا بالأستاذ مصطفى أبو العزايم، رئيس تحرير صحيفة آخر لحظة، مرحبا بك. السلام. وهذا الكرسي الخالي هو للدكتور للأستاذ محي الدين تتاوي، رئيس اتحاد الصحفيين، الذي وعد بأن يأتي لهذه الحلقة ولكنه تغيب في اللحظات الأخيرة. هذا هو كرسيه. وأيضا تلقينا اعتذار أمس من مجلس الصحافة والمطبوعات الأستاذ العبيد أحمد مرويح الذي كان معنا في الحلقة السابقة. أرحب أيضا بعدد من الصحفيين الذين انضموا إلينا للمشاركة في هذه الحلقة: الأستاذ محمد الخاتم عباس، مرحبا بك، عضو مجلس إدارة صحيفة الغرار، وأيضا الأستاذ رضا باعو الصحفي، مرحبا بك، والأستاذ زهير عثمان، مرحبا بك ورحب بك كثيرا، الأستاذ بشرى الصايم الذي انتقل من الحلقة السابقة إلينا في هذه الحلقة ورحب بك جدا، وأيضا الطلاب من جامعة الخرطوم نرحب بهم في حالة استفهام، ونبدأ الاستفهامات الجديدة في هذه الحلقة.
كما ذكرت انه في الحلقه السابقه التي اثارت الكثير من التساؤلات، ختم الصحفي عبد الجليل سليمان زاويته الحصه الاولى بصحيفه المجهر السياسي التي حملت عنوان الصحفي حاله استفهام، وهو ما دار في الحلقه السابقه تعليقا على الحلقه السابقه من البرنامج بقوله: الانتقادات الخجوله وحدها لا تكفي، والناشرين ليسوا وحدهم سبب البلايا، وانما تتقدمهم الدوله ويليهم رؤساء التحرير، أما الصحفيين فمغلوبون على أمرهم، إما بالرتوخ للعسف الغائم والمائل، وإما بالتشرد، فأيهما نختار؟ أنا أنتقل بسؤالي مباشرة للأستاذ عبد الرحمن اللمين، الصحفي، وأنت صاحب تجربة فريدة الآن تحتفي بها كل الصحافة في صحيفة القرار التي صدرت بناشرين صحفيين، أنا ما أقدر أقول أنه أصدروها صحفيين ولكنهم أيضا ناشرين صحفيين، أين هو الصحفي الآن وما هو خياره بين الرضوخ للعزف والتشرد الآن في أين يختار؟ يختار التشرد أم يختار البقاء في هذا الوضع؟ أنا بتقديري أن تجربة القرار تعد تجربة متفردة حاول الصحفيون فيها نحت الصخر. لا أقول أننا خضنا تجربة سهلة ولا يسيرة، إنما نواجه صعابا ومشاقا، لكن من المؤكد أننا ارتدنا طريق لم يرتاده أحد من قبلنا. وأنا مثل ما قلت سابقا أن هذه التجربة ليست في مواجهة الناشرين وليست مطروحة لتحل محلهم ولا لتدير معركة معهم، وإنما لأننا في السودان تواجه صحافتنا مشاقا وصعابا ورهقا، لأجل ذلك نحاول أن نفترع سبلا وأن نشتق طريقا وأن نبادر وأن نلتمس حلولا، عسى ولعل نجد في نهاية النفق ضوءا ونجد في نهاية النفق أملا. من بعد تجربتنا لا أستطيع أن ألقي اللوم بكامله على الناشرين. الصحافة الآن في السودان تواجه مأزقا، الصحافة لم تعد صناعة يسيرة، هي صناعة ضخمة ما في ذلك الشك، هي تحتاج إلى رأس المال المادي وتحتاج إلى رأس المال البشري، والمعادلة المطلوبة أن يتحقق التوازن ما بين الناشر وما بين الصحفيين، وأن نتوخى الاقتصاديات، وأن نحاول وأن تلعب الدولة دورها. الآن الدولة مثل ما قال صحفي المجهر، الآن الدولة قائبة عن دورها، الآن الدولة قائبة في مدخلات الطباعة وفي أحبارها، قائبة في الورق، ولذلك يكابد الصحفيون لوحدهم ويكابد الناشرون كذلك لوحدهم. الناشر لا أحسبه الآن في السودان متنعم ويواجه متاعب جمة، هو من أول يومه إلى آخره يتابع ويدقق أسعار الورق وأسعار الطباعة والتوزيع وما إلى ذلك، وآخر الشهر يتكبد مشاق جمة في سبيل أن يوفر الراتب لصحفييه. الصحافة الآن في السودان كيف ستستمر صحيفة القرار وتجربة صحيفة القرار إذا كانت مدخلات الطباعة ستزيد في العام 2013 بنسبة 20%؟ دي زيادة عليها، أنت بالأمس كنت صحفي مدافع عن حقوق الصحفيين والآن أنت رئيس تحرير وتكابد كل هذا العناء، كيف ستصمد صحيفة التيار؟ هذه مغامرة أعتقد أنها غير محسوبة العواقب، ربما تؤدي إلى دخول السجن. أنا أقول ليست القرار وحدها هي التي تواجه هذا المصير، إنما الصحافة في السودان كله تواجه مصيرا قاتما. قبل أيام كانت هناك ورشة، ولعل الأخ الهندي عز الدين شارك فيها، كان الحديث عن أن الصحافة في السودان تخسر 40%. نعم. من المؤكد هذا وضع خطر ويتطلب معالجات يجب أن يتكاتف عليها المجتمع الصحفي كله، من ناشره إلى صحفيه إلى مجلس صحافته إلى اتحاده إلى دولته إلى ماليته. ما لم يتكاتف الكل لا أحسب أن الصحافة في السودان سيشرق عليها فجر جديد. أستاذ الهندي عز الدين عن العبارة يعني. أستاذ
استاذ الهند عز الدين لعباره الفجر الجديد، فلناخذها من كل المعاني ونتحدث عن الورقه التي تقدم بها الاستاذ محمد وداعه في ورشه صناعه الصحافه، مشكلات صناعه الصحافه. قال ان الصحافه ما بين الطباعه وما بين التوزيع هي ارباحها 0.92. اذا الصحافه اذا اخذناها بمعناها الكل اليوم ما بين الطباعه والتوزيع هي غير رابحة، الربح زيرو، من أين تمول الصحف؟ يعني أنا أفتكر أنه تحدثنا في الندوة أن هناك كثير من المراجعات حول هذه الأرقام، ولكن بصورة عامة الصحافة الآن تترنح لأنها متأثرة بما حدث من اهتزاز كبير، إن لم نقل اهتزاز في اقتصاد السودان. يعني الأخ الباشمهندس محمد وداع في الورقة تحدث، وكثيرون يتحدثون بمبررات أصحاب المطابع، عن ارتفاع أسعار الورق عالميا، والحقيقة أنه ليس هنالك ارتفاع في أسعار الورق عالميا، ربما يحدث خلال الأشهر القادمة، ولكن من العام الفائت أو قبل عامين أنت ذكرت بأن هناك تناقص، هنالك تناقص في أسعار الورق عالميا. يعني نحن استوردنا في فترة سابقة قبل عامين الورق ب 725 يورو للطن، الآن الورق المستورد في المطابع الآن من 600 إلى 630 يورو في حد أعلى، ولكن الذي حدث أنه خلال هذين العامين ارتفاع كبير جدا في أسعار صرف العملات الأجنبية، النقد الأجنبي اليورو والدولار في السودان قفز بالزانة. كان طن الورق موجود داخليا حوالي 3 مليون ونص أو 3000 بالعملة الجديدة، الآن سعره 6500 جنيه إلى 6000، وصل إلى 7000 جنيه في فترة سابقة، أي أن زيادة 100%، بينما الصحيفة لم يزيد سعرها إلى 100%. ولذلك هذه مشكلة الاقتصاد، اقتصاد في السودان، اقتصاد المضطرب الذي يتأثر بالشائعات، الذي يتأثر بالسياسة، يتأثر بمفاوضات أديس أبابا طلوعا أو نزولا وكذا، يرتفع الدولار وينخفض الورق يرتفع. في هذا الموقف الدولة والآن الدولة ليست لها صحيفة ناطقة باسمها، الصحف التي كانت باسم الحزب الحاكم تساقطت أيضا لأسباب متعلقة ما بين التوزيع والاقتصاديات والقبول العام للصحف الحزبية في السودان، حيث أثبتت التجربة أن الشعب السوداني لا يستجيب بسهولة للصحيفة الحزبية، وإنما يميل بصورة أساسية إلى الصحف المستقلة. الدولة تتفرج الآن في هذا المشهد، مع أنها مستفيد ومن المستفيد الأول من الصحافة، أنا قلت في التعقيب على الورقة أن الساحة السياسية السودانية، الصحافة السودانية فيها لاعب أساسي في إطار. الآن نحن أمام برلمان لا نقول مكتوم أو كاتم، لكن برلمان الآن ممثل الشعب، هو 99% منه هو ممثل لحزب المؤتمر الوطني، بينما كان في برلمان سابق معين، وكان الأخ محمد وداع عضو فيه ممثل للتجمع المعارض، برلمان معين فيه حيوية أكثر، فيه شيوعيين، فيه بعثيين، فيه اتحاديين، كان فيه الشيخ حسن أبو سبيب. الآن البرلمان كله من المؤتمر الوطني إلا نائبين أو ثلاثة. أن الصحافة يعني هي بالضرورة أن تكون موجودة، وبالتالي هناك تنفس، وبالتالي الصحافة الآن تلعب هذا الدور، دور الحيوية السياسية التي تحتاجها السلطة. كما قلت سابقا أن ليبيا مثلا لم تسقط فيها الحكومة، لم يسقط النظام العقيد القذافي في ليبيا، لأن هنالك أزمة اقتصادية، كان هنالك رفاهية كبيرة يعيشها الشعب لكن كانت الليبي، هناك أزمة حرية، لكن كانت هنالك أزمة حريات. إذا انتهت الصحافة إلى غياب، فهنالك أزمة كبيرة جدا في تغييب المشهد السياسي أمام السلطة وأمام الحاكمين. جميل، نحن خلينا نرجع لسؤالي تاني، إن الصحافة السودانية الآن وخاصة التي تطبع أو تطبع ما بين 10 إلى 12 ألف هي من الصحف المأزومة جدا الآن، وإن الأرباح ما بين الطباعة والتوزيع هي 0.92. ده بيجعلني مباشرة أقول إنه ملاك الصحف ورؤساء التحرير بصورة مباشرة إحنا سألنا عن إنه من أين تمول الصحافة، هناك مصدر ثالث هو مصدر الإعلان أستاذ مصطفى أبو العزيز. طيب هناك مصدر الإعلان
الإعلان. السؤال في إنه إذا أصلاً الربح زيرو الآن ما بين مدخلات الطباعة وما بين صناعة الطباعة وما بين التوزيع زيرو، إذن هناك خضوع مسلم بالربح ما زيرو، يعني في اختلاف كبير جدا ممكن تختلف وجهات النظر في هذا الامر. يعني ده دي تقرير مجلس الصحافه اللي هو في اخر ورشه كانت قبل يومين فقط. لكن ما ناخذ المساله كويس، نحن بنتكلم حقيقيه يعني او نتكلم عن الريبورت ده وخلينا نسال عليه وبعد ذلك اذا عندك اي وجهه نظر ثانيه في انه الارباح ما بين الطباعه وما بين التوزيع هي 0.92. اذا ملاك الصحف ورؤساء التحرير يخضعون بشكل مباشر الى قانون السوق الاعلانيه. نعم. إذن السوق الإعلانية هي التي تتحكم في الصحف، هي التي تتحكم في الخط التحريري للصحيفة. نعم، أول حاجة أنا عايز أقول لك إنه المناخ اللي بتنجح فيه الصحافة دائما يتطلب جو سياسي معافى، جو اقتصادي سليم، جو اجتماعي فيه درجة من الوعي كبيرة جدا. الجو السياسي المعافى يسمح بالحريات، الجو الاقتصادي السليم فيه ثبات في أسعار المدخلات، فيه ثبات، فيه قدرة شرائية حتى للمواطن بالنسبة عشان يقدر يشتري الصحيفة، فيه وبالنسبة للوعي الاجتماعي مهم لأنه القارئ الواعي المواطن الواعي هو الذي يسعى إلى قراءة الصحف. قبل الدخول إلى الاستوديو كنا نتحدث ونستذكر بعض الأيام السابقة فإنه المسألة ما عندها علاقة بالفقر ولا عندها علاقة بكذا، لكن كانت تتعلق بالموقف الاقتصادي العام. نحن نتكلم عن الصحف في الفترة المئوية، صحيفة الأيام والصحافة كانت الصحيفة الواحدة بتطبع 120 ألف نسخة، ما لأنه الناس عايزين يقروا صحف ولأنه الجرائد هي كانت فيها أفضل من الآن. أفتكر أنه الجريدة الآن محتوى قد يكون أفضل، درجة الحرية فيها يمكن أعلى، لكن زمان لأنه أي إنسان كان عنده القدرة على شراء الصحيفة لأنها كانت بقرشين ونص، يعني 25 ملي مش كده رقم، قرشين ونص، وكان اي مواطن يستطيع قراءه هذه البرج بيقرش وقبلها بيقرش قبل الفتره اللي قبلها يعني. المساله الان صحيح المساله بتاعت تكلفه الصحيفه نفسها ورق وطباعه قد ما يكون فيها ارباح، الربح قد يكون من الاعلان، لكن الاعلان بيواجهك فيه مشاكل كثيره جدا. الاعلان بيواجهك فيه اول حاجه برضو الاقتصاد المختل ما بخلي في سلع او خدمات منافسه تسعى الى الصحف للترويج عن نفسها من خلال هذه الصحف، بتخلي الصحف تسعى الى المعلن وتقبل ان ترضخ لكل املاءاته، منها التخفيض قيمه الاعلان ومنها يعني بتعاني معاناه كبيره جدا اول حاجه في قيمه الاعلان، وبتعاني من الشغل بتاع الوكالات في انها بتفرض عليها نسبه عاليه بتاعت يعني عمولات، وبعد ده بتعاني في التحصيل، فالإعلان ذاته. لكن هل من المنطق أستاذ إنه الإعلان إنه الضغط ده يصل ل40% تخفيض من قيمة الإعلان؟ يصل، ما أنت مضطر يعني هعمل شنو زول جاني وقال لي أنا عندي صفحة مثلا يعني الآن إحنا الصحف الصفحة الداخلية بكم 2600 ولا كم الملونة أو 3600 تسجيلية، أنت قد تقبلها ب 1500 جنيه لأنه أنت يعني 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 ما ممكن أدي صحيفة من غير إعلان أحمل نفسي خسائر كبيرة جدا بالنسبة لنا وبالنسبة منتظرين آخر الشهر مرتبات بالنسبة للعاملين تنتظرين التكاليف بتاع التشغيل، يعني مسألة معقدة تعقيد شيء جدا. فالإعلان جزء أنا أفتكر أنه بتأثر الحاجة دي على الخط التحريري للصحيفة وضغط رؤساء التحرير لا ما بتأثر كثير، يعني الإعلان ما سياسي، يعني ما إعلان، يمكن تؤثر أكثر إذا كانت ال 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 الجهات المعلنة جهات حكومية كلها أو خاضعة لـ 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 لسيطرة الدولة في أنها تمنع من تشاء وتعطي من تشاء الإعلان. هل الإعلان عادل؟ الإعلان الرسمي عادل؟ والله الإعلان أصلا ما بيضروا يكون عادل في الصحف، الإعلان بيكون عدل، أنت بتبقى تشوف بتين الصحيفة الأكثر انتشارا الإعلان بيكون فيها هي الـ يعني ده شيء طبيعي، يعني سياسة السوق، المعلن بيمشي يتجه للصحيفة التي يعني توصل إعلانه لأكبر عدد من الناس. وأنا أفتكر أن الجريدة اللي بتوزع أكثر إذا جاها إعلان أكثر ما بتخلي الناس الآخرين يحتجوا على أنه والله لا 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 في عدالة ولا ما في عدالة في مسألة الإعلام. جميل جدا أستاذ اسمع مرغني، تحدث السيد وزير الإعلام في الورشة الأخيرة عن صناعة الصحافة في أنه الخيار الأمثل هو اتجاه دمج المؤسسات الصحفية في مؤسسة أو مؤسستين أو عدد من المؤسسات الكبيرة.
طيب يعني قبل ما اجي النقطه دي، يعني حكايه الدمج دي هي بالعربي دمج وبالانجليزي دمج، يعني هما الاثنين نفس الكلمه بدوك نفس المعنى، لانه هي الفكره دي هي قديمه وطرقت، لكن يعني هي فكره يعني لا اريد ان اقول سطحيه، لكن نفسها ما عندها معنى. يعني ايه انا اجيب ادمج المجهر مع اللحظه واطلع اقول اطلع منهم جريده قويه، يعني ما فيها منطق. لكن خلينا نبدا من العلامه الاستفهام دي يا استاذ نسرين. انا والله يعني في طوال هذه الحلقه والحلقه الماضيه ابحث عن علامه الاستفهام، وين اين الاستفهام؟ يعني لحسن حظه في كلام الاخ مصطفى قرب الفكره اللي انا عايز اقولها شويه، لما قال لك اخ في العهد المايوي الجريده رخيصه والناس كلها بتشتريها، والجريده ما الربح والخساره ما في مشكله، لانه اصلا حقه الحكومه دافع المرتبات وجايب الورق والمطابع حقه الحكومه، ولا في ربح وخساره، والشعب مبسوط والحكومه مبسوطه. الحكومة مبسوطة لأنه جريدة غير مؤذية ما في أي أشواك، والشعب مبسوط لأنه جريدة رخيصة وانتهت المشكلة. هل مشكلة الصحافة من الحلقتين الفاتوا والآن، مرتبات الصحفيين، الورق، الطباعة، الإعلان، المدخلات، الصناعة، هل دي مشكلة الصحافة؟ مشكلات لكنها يمكن تكون ما طيب فقط. إذا كانت دي مشكلة الصحافة بتتحل بحاجة بسيطة جدا، بتتحل برسالة. أنا أخذت موبايل من كبير عجب سعيد، اتصل بعد شوية على هذا الموبايل من وكالة سونا للأنباء، قرار جمهوري من السيد رئيس الجمهورية، ابتداء من الآن جميع الصحف مجانا لجميع أفراد الشعب السوداني، الورق مجانا، كل الصحفيين مرتباتهم 5 مليون فما فوق على حساب حكومة السودان، الناشر ما يدفع، وتنتهي مشكلة الصحافة. الصحافة يا جماعة هي المضمون المكتوب في الورقة، يبقى بعد كده الصناعة والأشياء دي كلها، الصناعة الورق والبتاع زيها وزي أي شركة بتاعت شركة نظافة ولا شركة ذا، بتتعامل مع واقع السوق الاقتصادي. يعني ما في جزيرة معزولة هتعملها وتقول يا جماعة والله الورق معفى من الضرائب والصحف معفى من الضرائب والبتاع، تعمل لك معادلة وتقول هنا توجد صحافة صناعة الصحافة في هذه الجزيرة المعزولة. ده ما صح. هي الصحافة شركة من قانون الشركات 1925 ينطبق عليه كل إجراءات الشركة، اسم عمل للصحيفة ينطبق عليه كل إجراءات اسم العمل، البيزنس بتاعتها من ناحية الأرباح والخسائر تنطبق عليه كل شروط البتاع. إذا حصل الاقتصاد كان كويس الصحف والشركات بيكون كويسة، إذا كان الاقتصاد سيء زي ما هو حاصل يرتفع الورق بعد كده تسرفايف، أنت تتخذ قراراتك، قلل للصحفيين، قلل للصفحات، this is business. لكن ده كله عشان نصل لشنو؟ عشان نصل للمضمون المقدم. طيب يا جماعه اذا كان الشروط كلها تحققت وبقينا صحافه رخيصه وموجوده واقتصاديه جيده، لكن اذا كان المضمون سيء يا جماعه، مش بمعنى سيء بان يعني بالمعنى المباشر، لكن مضمون لا يحقق رساله الصحافه، لانه في النهايه الصحافه ما تسليه، ما جريده انا بفتحها واتفرج فيها وبعدين ارميها، عندها وظيفه معينه بتوصل للمجتمع، عندها هي رقيبه على اداء الجهاز التنفيذي، هي بتحرس مصالح المجتمع. اذا ده كله ما عملته يبقى في مشكلتها ورق وصحفيين ومرتبه صحفيين عشان يعملوا شنو؟ دي حاله الاستفهام الحقيقيه. طيب هل انت تؤدي الصحافه رسالتها بصوره حقيقيه سواء كان خسرانه ولا ربحانه؟ لانه خسرانه ربحانه ده ما بيزنس، تخسر وتربح بظروفها الحاليه السوق. لكن المضمون المحتوى المكتوب في الجريده ده هل هو دي رساله الصحافه؟ يعني الصحف الموجوده ال 20 ال 26 الموجوده هل هي صحف تؤدي رساله الصحافه؟ السؤال دي حاله الاستفهام. السؤال موجه لك رئيس تحرير في هذا اللحظة. بالمنطق الموجود حاليا لا يمثل الصحافة السودانية التي عمرها الآن 113 سنة، الصحافة السودانية عمرها 113 سنة، لا تسبقها إلى صحافة مصر. يعني الحديث عن أنه الصحافة السودانية السياسية المضمون بتتشابه. المضمون المطبوع في الورق صحفي. الورق الغالي والطباعة الغالية بتاعت محمد وداعة والبتاع، المضمون ده لا يمثل عمر الصحافة السودانية بأي حال. الصحافة السودانية في وضع متدني جدا قياسا بعمرها، ونضرب أمثلة بالصحافة حولنا. أنا أديك مثال بسيط، خلينا ما نمشي شمالا نقول المصريين لا متقدمين عنا، نمشي جنوبا، نمشي شوف كينيا، شوفوا صحيفه واحده ذا نيشن تخجل كل الصحف السودانيه اجمع مع بعض اضربها كلها في 20 خليت تجيب صحيفه ذا نيشن. ماذا فعلت صحيفه ذا نيشن في المشكله السياسيه الضخمه اللي اجتاحت كينيا وكادت تحولها لحرب اهليه؟ حلت صحيفه ذا نيشن، حلت مشكله البلد، مجازر وضرب ودماء وانتخابات مشكوك فيها ومشكله سياسيه ضخمه، تدخلت صحيفة النشر حلت المشكلة، صحيفة حلت المشكلة، ما اشتكت من أدخال من المرتبات والورق والبتاع، حلت مشكلة سياسية. صحيفة واحدة اسمها النيشن تساوي كل صحف السودان دي مضروبة في 10. دي هنا المشكلة، دي حالة الاستفهام الحقيقية.
ما الورق والمدخلات والحاجات دي اللي انا دي في نهايه بزنس. تحدثنا في الحلقه السابقه استاذ اسماعيل مرغني عن تدهور المستوى المهني للصحافه السودانيه. تماما المستوى المهني سيء جدا, ودي انا يا ريت لو كنت انا الاخوذين عشان ما يقولوا جريتانا الوحيده الموقوفه موجوده بتكلم عن, لا انا بتكلم عن حاجه في منطق بشوفه قدامنا هنا, بقيسه بحاجه واحده. الرساله المطلوب منك انك تاديها, هل قاعد تاديها؟ استاذ اسماعيل مرغني انت يعني على مر اكثر من 10 سنوات كنت رئيس تحرير وكنت في اكثر من مجلس اداره عدد من الصحف, وانت ترى هذا الوضع يعني, وانا اعتقد بانه يعني حديثك ده يمكن يكون مردود الان يعني. مالو انا جزء من الصحافه السودانيه اللي اقوله ده هو في النهايه نقد ذاتي اسمنا انا معاهم. انا اعتقد انه حتى صحيفتان التيار لا تمثل مستوى الصحافه السودانيه بتاع 110 سنه, لكن في كل الاحوال انا اجتهد وانا اقر, يعني انا اقر من البدايه ما انت عشان صلح الخطا. نحيي هذا الاعتراف. لا يعني يجب ان تقر لاصلاح الخطا, يجب ان تقر. انا اقر انه المستوى الموجود الان لا يمثل الصحافه السودانيه الحقيقيه. يعني يجب الان ونحن نتحدث لملايين بيتفرجوا علينا, بيتفرجوا على حاله علامه الاستفهام دي, يجب ان نعترف انه مشكلتنا في المضمون بتاع الصحافه وليس في صلاح الصحافه, لانه لو حاولنا نختزلها انا مره فاتت. المشكله في انه المره فاتت يا استاذ نسيف في الحلقه فاتت وانا بتفرج عليه من البيت, ولقيت انه والله الصحفيين مرتباتهم قليله, والله الصحفيين تعبانين بيركبوا البصات, قلت والله القارئ لو اتفرج على المنظر ده بصراحه القارئ هيهبط. ديل اللي هيدافعوا عني انا, ده انا الشعب هيدافعوا عني, ديل الناس اللي جايين بيشتكوا لي مرتباتنا بسيطه ورقنا غالي وجمارك عاليه. طبعا مرتبات يشتغلوا كيف يعيشوا كيف ذاتهم هم مع الشعب ذاته. انا ما اقول لك ده موضوع ثاني, انت قضيتك الان يا جماعه المشكله في الصحافه السودانيه المضمون. قال الاخ طيب مصطفى قال لك انه اذا ما وجدت حريات فرقيت ابو الصحافه, اتكلم عن اي شيء ثاني. التسليه صحافه التسليه المطلوب اول حريات صحافه تقدم المضمون بتاعها, بعدين نتكلم عن انه عندها قروش ولا بتربح ولا بتخسر, لكن نتكلم عن الصحافه ونشتكي في انه الورق بتاع, ونحن بنقدم للشعب السوداني التسليه, بيقرا الجريده بيقرا في ثلاثة دقائق بس, اتحدى واحد بيقرا الجريده يقعد على الجريده على اليمين ويشوف الغيره الجرايد دي كلها لما تلقاها في النهايه كانك بتتكلم عن موضوع واحد نفس الخبر بنفس حل هذه الاشكاليات. ساعتين يا استاذ استاذ عبد الرحمن لمين قال في ساعتين بيقروا صحيفه الغرار, ممكن نحن نتمنى ذلك. استاذ محمد وداع ساعتين بتقرا ساعتين مضطر ما جريتك لازم تقرا ساعتين. انا بقراك غاري يعني. انا والله لو سمحت لي يا استاذ نسرين يعني قبل ما نبرح محطه الباشمهندس عثمان مرقني, والله الباشمهندس يظلم الصحافه السودانيه ظلما كثيرا وكبيرا, وانا اعتقد انه الباشمهندس جزء من الازمه وليس جزءا من الحل. وأقول أن الباشمهندس يضع العرب أمام الحصان, والباشمهندس يريد أن يحاكم الصحافة بمعزل عن التاريخ السياسي السوداني كله. الباشمهندس يقول أن الصحافة السودانية عمرها 113 عام, ويريد أن يفصل تطورها عن مسيرتنا السياسية العامة. نحن انقطعت مسيرتنا عبر سلاسحقة, وانقطعت وصول الأجيال, وانقطعت تراكم الخبرات, ورغم ذلك تلتقط صحافتنا أنفاسها وتسترد عافيتها, ومن بعد كل حقبة تحاول أن توصل رسالة وتحاول وسط كل هذا المد والجسر. الباشمهندس يقول كيف نتحدث عن الورق وعن المناخ وعن الاقتصاديات, وكيف للصحافة أن تصدر في ظل مناخ اقتصادي ضاغط, في ظل وضع سياسي غير مستقر, من بعد ذلك يطالب بصحافة معافاة. كيف للصحافة أن تكون معافاة وسط كل هذه الأوضاع الضاغطة, مأزوم كله. وسط كل هذا الواقع المأزوم كيف يمكن؟ الصحافة هي بنت السياسة, لا يمكن للصحافة ما تتطور بمعزل عن تطور المجتمع كله, ولا يمكن للصحافة أن تقف شامخة وبلادنا تترنح سياسيا. الصحافة كما يقول أهلها هي مرآة لمجتمعها, تعكس ضعفه وقوته, عجزه وشيخوخته, شبابه وهرمه. جميل. أستاذ محمد وداع عنده رأي في أنه خدمة الصحافة حتى الخبر في الصحافة يجب أن يباع, الخبر يجب أن تكون خدمة بمقابل, ليس بمقابل الواحد جنيه أو الاثنين جنيه الموجودة الآن, وإنما بواقع شراء الخبر لمن يستفيد من هذه الخدمة. طيب أنا أول حاجة الحقيقة داير أقول أنه هو هذا الحديث هو حديث ينبغي أن يكون عنده علاقة جدلية, يعني ما يكون حديث مفصول عن بعض. يعني أول حاجة المقارنة اللي ذكروها الأساتذة الكرام أبو العزايم والهندي عن فترة العهد المايوي وازدهار الصحافي ذلك الوقت مقارنة بالآن, أنا أفتكر دي يعني مقارنة غير 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 منطقية, يعني لأنه في ذلك الوقت كان في صحيفتين أو ثلاثة بيطبعوا كل واحدة 120 360 ألف, الآن أنت بتطبع بين 500 ل 600 ألف. أنا دار أقول إنه النخبة اللي أصلا كان بتقرأ من الستينات هي هالنخبة ذاتها,
تحركت وشاخت وبقت في أجيال جديدة. النخبة التي تقرأ هي ظلت يهود نفس الرقم، ما في زيادة. لذلك يبقى 20 صحيفة ولا 3 صحف ولا 15 صحيفة حيوزعوا لل 500 ألف القارئين، اللي حتى ال 500 ألف في أنتم يعني 80% منهم داخل الخرطوم. فأنت تخيل أنه يعني يعني أيضا الحديث حول الإعلان، أنه والله يا أخي الإعلان ينبغي أنه ما يكون فيه عدالة وكده. سكان السودان قريبة 30 مليون نسمة بعد الانفصال يعني، أو هكذا يقولون. طيب أنت كل الناس اللي بيقروا جرائد كلهم 500 ألف، يعني بيمثل واحد على 60 من سكان السودان. يعني أنت حتى الإعلان هو للنخبة، يعني الإعلان ده ما للغاليم ولا للأرياف ولا لكده. يعني الشركات دي بتستهدف النخبة، بتستهدف الناس الساكنين في المدينة. وبالتالي يعني هنا في مشكلة حقيقية لابد أن تحل. كيف نحن نخرج بصحافتنا بأنه هي بدل ما توزع 80% في الخرطوم توزع يعني في الأغاليم على الأقل 40% على الأقل 50%. النقطة الثانية قصة أنه والله يا أخي نحن الحديث عن الصحافة أيضا هي يعني العلاقة بين الحرية وازدهار الصحافة هي علاقة أيضا تبادلية. يعني الصحافة هي بتنتزع لك الحريات، وايضا هي بتزدهر في العهد اللي فيه حريات. يعني الربيع العربي اللي حولنا ده اللي حصل ما كان فيه يقام له الحال لحريات الصحافه بالشكل اللي عندنا حتى الان هنا. يعني نحن الان الصحف توقف، الصحف تصادر بالايام وبالشهور، وتصادر بعد الطبع وقبل الطبع، وتخسر. يعني انت لاحظ انه صحيفه صادرها يوم الليله مثلا، في صحيفه صادرها في السودان الليله، هذه الصحيفه خسرت 20 مليون. يعني كيف يستقيم الامر؟ يعني ايضا الرقابه دورها تجاه يعني عدم السماح بانتشار الصحف ايضا ده دور كبير جدا جدا. الان التحرير، اي رئيس تحرير الان يتحسس يعني اي تلفون جاه او اي باب دق او كده، لانه ممكن يكون مطلوب للنيابه، ونيابه في مدني ونيابه في نياله وهكذا. يعني استاذ محمد يعني ادعى سنواصل هذا الحوار ولكن بعد الفاصل الاعلاني، كرما ابقوا معنا. مرة أخرى أهلا بكم. حالة استفهام هموم الصحافة السودانية. أستاذ بشرى مرحبا بك مرة أخرى، أنتقل لك في أنه من المرة اللي فاتت المفروض تتكلم من الحلقة السابقة عن النقابة ومفهوم النقابة بالنسبة للصحفيين، اتحاد الصحفيين وإشكالية الازدواج مرات في المهام بين وبين مجلس الصحافة، وموقف اتحاد الصحفيين من قانون النقابات 2010. طيب شكرا. وفي البداية أنا بفتكر أنه عظمة الظهر للصحافة أو الشاسي بتاع الصحافة هو الصحفي، لأنه لو ما توجد الصحفي لا توجد صحافة، ولا يوجد ناشر للصحفي، ولا يوجد طابع، ولا يوجد اتحاد. الاتحاد يبقى اتحاد الإعلاميين، لكن وجود الصحفي اتحاد الصحفيين. ولا يوجد مجلس، لأن المجلس يبقى مجلس المطبوعات، ولو ومسمى مجلس الصحافة والمطبوعات. بالتالي بيبقى الأساس في الصحافة هو الصحفي، ولا يمكن أن تقوم صحافة بدون صحفي. في صحفيين يفترض أن تكون في نقابة للصحفيين، وده اللي ما موجود في السودان. أغر الاتحاد على لسان تيتاوي، وأغر المجلس على لسان العبيد إنه هم ما نغابة، ده اتحاد وده مجلس. لكن الغريب شنو؟ إنه هؤديل هنا بيقولوا نحن ما نغابة، وبياخدوا اسم النغابة، مرة يكونوا نغابة ومرة يكونوا اتحاد. مثلا الاتحاد بيتبنى بعض المكتسبات النغابية، قضايا المنازل، قضايا الإعانات والمنح في المناسبات. اسم النغيب ذاته مستغل الاتحاد، ودي كلها حاجات نغابية. ما في نغيب من اتحاد الاتحاد، النغيب هو من نغابة المهني، من نغابات المهنية الصحفيين، من نغابة الصحفيين وليس من الاتحاد. والنغيب تعين نغابة الصحفيين، ما في نغيب بيعينوا الاتحاد. الدليل
تيتاوي لو كان موجود أنا حقول له أنت ما نغيب الصحفيين. ليه هو ما نغيب الصحفيين؟ الاتحاد ده بيضم في داخله الصحفيين، بيضم في داخله ضباط الإعلام، بيضم في داخله ضباط العلاقات العامة، بيضم في داخله ناس التلفزيون، بيضم في داخله ناس الإذاعة، وديل كلهم أعضاء في الاتحاد ويمكن أن يكونوا رؤساء لهذا الاتحاد. لو بقوا أي واحد من دير رئيس لهذا الاتحاد ممكن يبقى نغيب الصحفيين؟ نغيب الصحفيين يبقى ضابط علاقات عامة؟ نغيب الصحفيين يبقى ضابط إعلام؟ لا يمكن. ليه هما بيجيبوا الاتحاد، ليه بيجيب صحفي عشان يبقى نغيب الصحفيين؟ بيجيب صحفي عشان يبقى نغيب الصحفيين عشان يحافظ على تمثيله وعلاقاته مع الاتحادات العربية، اتحادات الصحفيين العربية، اتحادات الصحفيين الأفارقة، اتحادات الصحفيين الدولية. عشان كده دايما بيجيبوا صحفي يبقى رئيس الاتحاد، لأنه لا يمكن أن يسافر من هنا ضابط علاقات عامة يحضر مؤتمر للصحفيين العرب أو الصحفيين الأفارقة. شكرا شكرا أستاذ. لسه أنا كلامي انتهى، عندي كلام كتير باختصار بس عشان زماننا. طيب. أستاذ طيب نجي للمجلس. المجلس ذاته برضو بيأخذ صفة النغابة، أصدر لائحة في 2008 عالج فيها مسائل التعليم وشروط الخدمة وتحديد المهام الوظيفية وفترة الاختبار والأجور والإجازات، وحدد الأجور ب 670 الحد الأدنى للأجور. هو بيعمل لائحة وما عنده القدرة على تنفيذها لأنه قانونا هو ما بيقدر ينفذها، لكن اللي بتنفذ الحاجات دي النغابة اللي عندها الحق القانوني في إنها هي تنفذ هذه المهام اللي هي ما موجودة، اللي هي ما موجودة. طيب. وكان أولى به أن يطالب بقيام نغابات في المؤسسات عشان تنفذ له الحاجة بتاعته دي. شكرا جزيلا. أستاذ الهند عز الدين، ذكرت في الورشة الأخيرة عن صناعة الصحافة وإشكالياتها بأنه عدد من الناشرين دخلوا هذا المجال لحصد المليارات بفهم تجار مثل بيع قارورات المياه الغازية. هذا الاتهام يظل ملاحق لرؤساء التحرير وليكم انتم، بانه انتم ايضا كرؤساء التحرير ايضا دخلتم من هذا المجال لحصد المليارات ايضا، اذا هي اصلا فيها مليارات. الصحيح انه انا ذكرت هذه العبارة في اشارة الى المطابع وليس الى الناشرين، يعني للتصويب. قلت انه يعني في للطابعين ولا للناشرين؟ للطابعين، اصحاب المطابع. اخ محمد اذا حاضر طبعا معينه وردوا عليك يعني يعني بالعكس انا كنت بقصد مطابع اخرى، انه في رجال اعمال بيملكوا مطابع، وبالتالي لما يكون الاستثمار في الطباعه العائد اقل، يعني وحتى المطبعة اللي كانت حكومية العائد بيفتكروا أقل، لأنه إذا هي أي مطبعة تطبع 30 مليار للكلام المكرر، إذا بتطبع بما يعادل 30 مليار جنيه في السنة فهم بيفتكروا إنه الأرباح من مليار إلى 2 مليار وهذا لا يتوازن مع العائدات. وهنا كانت الإشارة إلى إنه لو المستثمر ده المستثمر بمليارات في صناعة المشروبات الغازية أو في الدقيق أو في غيرها أو في الزيت أو في غيرها بيتوقع أرباح أكثر من 50%، ربما تصل إلى 100%، لأنه الآن نحن في سوق مكشوف بحيلة وحجة التحرير الاقتصادي. أصبح الشخص يستورد سلعة سعرها الجملة في السعودية القريبة هنا من جدة إلى بورسودان ساعات سعرها ريال بالجملة، يبيعها هنا بالجملة بعشرة ما يعادل 10 ريال، ودون ضابط ودون سائل ودون مراقبة. ولذلك الناس دخلوا في استثمار المطابع، هو مكلف جدا، المطبعة بمليارات الجنيهات بيتوقع عائد يوازي ما يحدث في السوق السوداني في السلع الأخرى، ولكن العائد أقل. ليست هنالك خسارات، ليست هنالك خسارات في المطابع، ولكن هم بيعتقدوا إنه عائدات الأرباح أقل. أنا دار أقول برضو في الجزئية المهمة جدا اللي قالها الأخ الأستاذ عثمان مرغني، إنه أنا بفتكر إنه في ظلم كبير جدا على الصحافة السودانية قائمة بدور كبير جدا، حتى الحديث عن
عن انهيار مهني او عن تخلف مهني في الصحافة السودانية حديث ضعيف لا يستند الى منطق. قبل اشهر كنا في لبنان في رحلة ثقافية فنية، وكنت اخت الاستاذة نسرين كانت عضو في هذه الرحلة. كنا نطلع على الصحف اللبنانية، انا كنت اتعجب انه هذه بيروت الاعلام الذي حينما كان يذهب السودانيون يذهبون للدراسة وتعلم الصحافة في بيروت وإما في القاهرة والإسكندرية. الصحف الكبرى في لبنان صارت تكتب الخبر بلغة الرأي، يعني الصحف المضادة للنظام السوري طبعا، تأثير الأثر السوري الأثر السعودي على الصحافة اللبنانية واضح جدا، منقسمين تيارين، تيار سوريا تيار سعودية أو التيار المسيحي الماروني. فيكتب يقول لك في الخبر انه مثلا اجتمع امس النظام السوري المعارف المتوحشة كده في الخبر، الخبر الرئيسي في الصفحة الاولى في صحيفة كبيرة تؤثر على المنطقة العربية كلها. نحن هنا ما عندنا الكلام ده. عفوا استاذ الدين، اقل محرر خبرة ثم نواصل. نعم. استاذ الفاتح السيد الامين العام لاتحاد الصحفيين، مرحبا بك وعزائنا يتواصل من داخل الاستوديو في فقيدة الاسرة زوجتك، مرحبا بك. الله يبارك فيك. مرحبا بك، تفضل معنا في مداخلة. نحن اليوم افتقدنا اتحاد الصحفيين وهذا الكرسي يظل خالي، منصب الاستاذ تيتاوي مرحبا بك، نسمع مداخلتك اذا عندك اي اضافة قبل سؤال. والله شوف انا المسألة بتاعت اقتصاديات الصحافة، الصحافة زي اي يعني مهنة ثانية هي صناعة، والصناعة عندها متطلبات يعني مدخلات وعندها يعني جمهور بيشتري يعني هذه الصناعة وبيتعامل معها يومي، جمهور ثابت، التغييرات التي تحدث دائما في جمهور الصحافة بطيئة يعني ما زي التغييرات التي تحدث في الصناعات الأخرى. ولهذا السبب تجد دائما عندما تظهر الصحيفة إنها تأخذ من الصحف التي هي موجودة في القالب، وقليل ما تجد أن هناك صحيفة تحدث اختراق يجعل من جمهور جديد يحدث ويتفاجأ بهذه الصحيفة الجديدة. وأفتكر أن هذه الصناعة أيضا عندها شيء آخر ومميز على الأخرى، إنها صناعة لا تستطيع أن تعرضها في الرفوف أكثر من ساعات قليل، وهذا يجعل هذه المهنة مهنة تحديات وصناعة تختلفها الكثير من المخاطر. وأنا بفتكر أنه الصحافة في السودان الورقية لعبت دور كبير جدا في تشكيل وجدان الشعب وفي تهيئة الرأي العام لكثير من القضايا، ولهذا يكسر الحديث عنها. ونسبة لأن الصناعة أستاذ الفاتح، أستاذ الفاتح يمكن إحنا تحدثنا عن الموضوع ده كثير، لكن كم معنا أستاذ تيتاوي في الحلقة السابقة وما زال السؤال غايم في دور الاتحاد المتأخر جدا في التصدي لقضايا الصحفيين. طبعا هذا اللفظ ما سليم في إنه متأخر جدا، لأنه الاتحاد فهم واسع جدا لهذا، ولهذا نشأ هذا العدد الكبير جدا من الصحف، وفي ظروف متغيرات سياسية معقدة جدا تم الحفظ إلى حد معقول وواسع. أنا بفتكره في كثير في أحيان مغارة حتى بأوضاع مختلفة أخرى في بلدان أخرى، ولهذا فإن الاتحاد هذا يجب أن يشكر على هذا الجهد الذي استمر العشرات أكثر من 20 عاما. وهذا الاتحاد ليس مصوم، انت تتحدث عن المعونات لوجستيه وغيرها للصحفيين، ونحن نتحدث عن حاجات اساسيه يفترض ان تقوم عليها الصحافه. الحاجات الاساسيه الصحافه صناعه، لا يستطيع اي اتحاد يعني ان يكون هو طرف اساسي. الصناعه لها اضلاع، الاضلاع دي هي اولا توازي راس مال تشغيلي مناسب يعني يتناسب مع التحديات التي تحيط بهذه الصناعه، هذه واحد.
الشيء الثاني جودة متنامية أو متطورة تستطيع أن تلبي متطلبات السوق من ناحية شكراً فنية ومن ناحية موضوعية. شكراً جزيلاً أستاذ الفاتح السيد الأمين العام لاتحاد الصحفيين. نواصل الحوار داخل الاستوديو حالة استفهام. نستمع إلى هذه الإفادة السيد وزير الإعلام الثقافة والإعلام أستاذ أحمد بلال عثمان. نشوف الإفادة ثم نعاود إلى الحوار. الصحافة دورها أساسي، وأصبحت الآن الإعلام ككل يمثل الارتكازة الأولى في مسألة توجيه لربما الخوض الحروب وإنهاءها أو امتدادها يتم عبر الإعلام. وبالتالي نحن ما في حوجة عشان الناس يقولوا والله الحكومة ما محتاجة، ولا الحكومة محتاجة. هنالك إشكالات حقيقة، هنالك إشكالات، لكن أنا أعتقد أنه وأيضا تم في هذا الحوار والورقة تشخيص لأدوار. وقطعا أنا لما شفت القائمة الطويلة من المستقطعات اللي على سنة حكومية جمارك وضرائب وكذا قفت باعتبار حيكون الرقم ضخم جدا، لكن الرقم في طلع متواضع جدا 20%. و20% قطعا زي ما قال البروفيسور بدر الدين لو الان التزمت وقلت مشيت لوزير الماليه واخذ 20% هل تعالج هذه مشكله الصحافه؟ اعتقد انها لا تعالج. مرحبا بكم مره اخرى داخل الاستوديو حاله استفهام. استاذ زهير مرحبا بك. زهير اليوم كان عندكم اجتماع بخصوص موقف الصحيفه الان وايقاف. طبعا انا بتكلم نيابه عن 30 صحفي وصحفيه. احنا دخلنا في تجربه بتاعت زي ما بيقولوا تنكيل وتعذيب يعني ومنهج من الناشر بتاعنا. احنا ما في داعي نذكر اسم الصحيفه، لكن انا بقول لك الاتي. المشكله بتاعتنا بدت ادونا اجازه مفتوحه كصحفيين، بعد ذاك احنا كتبنا لمجلس الصحافه وكتبنا للاتحاد، رده فعلهم كانت ضعيفه جدا. مجلس الصحافه اظنه بس اوقف الصحيفه من الصدور. بعد ذاك مشينا في التقاضي لين ما وصلنا ومكتب العمل، مكتب العمل استصدر لنا احكام قضائيه عشان نحصل حقوقنا. بقت القصه ذات شقين، انه حقوقنا ذاتها ما حصلناها، قبضنا المدير العام دخلناه والسجن على اساس انه هو اللي بيمثل الشخصيه الاعتباريه بتاعت الجريده، واتضح انه مسكين هو لا حول ولا قوه له، بل كان عامل بسيط عندنا في واحده من ادارات الجريده. المساله ذات شقين، انا بستغرب يعني كجهه زي التامينات الاجتماعيه انه انا كصحفي بتستقطع مني اشتراكات وما بتسدد لك، انت تخليها تتراكم لمده سنه وبعد ذاك ما تسال بينها. لما اجي انا اطالب بتاميني تقول لي ما الناشر ما سدد. يا جماعه لا يعقل. في النهايه نحن بنعذب تعذيب ممنهج. كيف تكون المهنه راقيه؟ كيف يكون ما يوجد على متون الصفحات هو جدير بانه يقرا بدام الصحفي البسيط لا يساوي غبار الارض امام القانون وامام اتحادنا المبجل وامام الناشرين. في النهايه نحن وراء قضيه واحده، هي انه تحفظ حقوقنا من خلال قانون للصحافه ومن خلال قانون للعمل احفظ لنا حقوقنا كصحفيين. نحن بنناشد، نحن ما بنستصرخ زول، لانه نحن باقلامنا مستطيعين نستريد حقوقنا، لكن بالنادي وبالنادي والجماعه اللي قاعدين حوالينك في الفلور ديل نحن احق منهم، لانه نحن مكويين بين الصحافه، نحن اولاد الجرايد، ديل يمكن خدمتهم ظروف. نحن بنعتبر من هو بيكتب في الجريده وبيجري بجيب الخبر هو دوله الصحافه السودانيه، لكن الناس اللي جابتهم ظروف على اساس انهم هم ناشرين او هم قدموا الزمن قدامنا، نحن بنظل ابناء الصحافه السودانيه وبنقدم لشعبنا ولاهلنا افضل ما عندنا. لكن شكرا على الاطلاق ما تقاعسنا وما الفكرة. انتهت قضيتنا في انه نحن طلاب حقوق، بل نحن برضه جارين وراء المهنيه وجارين وراء القيم اللي ارسلتها الصحافه السودانيه خلال القرن ونيف اللي انتم بتتكلموا عنه. شكرا جزيلا استاذ عثمان مرغن. يمكن دي واحده من القضايا بتاعت الصحفيين هم الصحفيين الحقيقيه في انه كل ما تقفل جريده او تخرج جريده، واحنا تحدثنا عن خروج من عام 2000 خروج اكثر من 20 مؤسسه صحفيه عن الاشتغال بعمل الصحافه، يعني رؤساء التحرير مرات بيلتفوا على الحاجات، يعني هو يتحدث عن التامينات، نحن كلنا بنعلم كصحفيين انه هناك التفاف ما بين رؤساء التحرير وما بين شركات التامين على حقوق الصحفيين اللي بيتفاجئوا بها عندما يكون هناك مشاكل فيها او عند الاستقاله او عند الاقاله او اي حاجه.
طبعا هذه أخلاق المهنة، يعني هي الالتزام بضوابط العمل، قانون العمل، الالتزام بضوابط المؤسسية، حقوق الصحفيين أو الموظفين الإداريين في التأمينات الاجتماعية، حقوقهم، حقوق الضرائب، الجهات الرسمية اللي عندها، دي كلها هي ضوابط تشكل أخلاق العمل. يعني أنا يعني هستغرب جدا مثلا على سبيل المثال صحيفة تقدم بيانات كاذبة للضرائب وتفترض أن تقدم خبر صحيح أو صادق للقارئ. أصلا هي الصدق والكذب يعني هو قيمة أخلاقية لا يمكن أن تتجزأ، لا يمكن أن تكون كاذب في مع التأمينات وصادق مع القارئ. أنا شخصيا يعني كتجربتنا نحن في صحيفة تيار، لما أوقفت صحيفة تيار وبعد ذلك اضطرينا لتسريح العمالة، حتى هذه اللحظة والأخوة قد يكون عندهم علم لأنه معظمهم يعني متصلين بينا بصورة مباشرة، ليس هناك أي شكوى من التأمينات، من الضرائب، من حقوق الصحفيين، رغم أننا أوقفنا قسرا يعني فجأة، يعني من غير تكون أنت تقدر تعمل احتياطاتك وترتب للوطن. رغم ذلك تلقينا إشادة مباشرة من التأمينات بالطريقة اللي صرفنا بها أنك خلصت حقوق التأمينات. السبب لا، سبب واحد، لأنه في لحظة أن نحن بنعمل صحيفة تيار من البداية كتبناها كتابة في أخلاقيات مهنة أنه الكذب على الضرائب يعني الكذب على القارئ، أصلا الكذب هنا لا يتجزأ. فدي كلها المعاني اللي تكلم عنها الأخ زهير هي بالتحديد أخلاقيات المهنة. أستاذ معمر صراحة رؤساء التحرير فيه مشاكل، يعني هذا الالتفاف وهذا التواطؤ ما بينه وما بين عدد من المؤسسات وعدد من الشركات. يعني مثلا في تأمين الصحف عند التصديق 700 كانت من 50 الآن ارتفعت إلى 750. لا الآن اليوم ارتفعت مليار ونص اليوم. نعم يعني المعروف انه بيشيلوها من اي زول وبيحطوها في الحساب وبعد ذاك بعد يومين بترجع. اذا الصحيفه في خلال 6 شهور ما قدرت توفي بها، بعد ذاك الصحفيين بيتسرحوا الى الشارع الى اي حاجه الى المجهول ما بيكون معروف. انا برضه عندي ملاحظه في الموضوع ده. هي ما كانت طبعا 50 وبعدين رفعت ل 150 بعدين 750 لكن يا جماعه هذه واحده برضه من المآسي. لما انت تعمل لك قانون او تشريعات او لوائح تكون وهميه، يعني ما هي اللي بيحصل شنو؟ هي عايزين منك ارقام مكتوبه كتابه في اي لا ليه القانون يعني ما يحفظ المبلغ دخله في البتاع؟ ليه القانون ما يحفظ هذا الحق التأميني بصوره واضحه؟ انتوا تنسوا حاجه مهمه جدا. الصحيفه ما شركه، طيب يعني القانون شركات ما بيقدر يلزم الشركه دي بحاجه ما موجوده في قانون الشركات. الاخ الاستاذ عثمان لو سمحت لي، تفضل. بالنسبه لي وانا ارجع لكلام الاخ زهير، وكلام مهم جدا في حمايه حقوق الصحفيين العاملين داخل الصحف. نحن عندنا تجربة، أنا أفتكر أنها تجربة نموذجية حقيقة، يمكن الهندي الأخ الهندي عاش معنا التجربة من بدايتها في آخر لحظة. وزي ما قال لك الأخ الأستاذ عثمان، هي مسألة بتاعت التزام أخلاقي. أي صحفي أو عامل أو إداري أو موظف داخل الصحيفة نحن عامل له إجراءاته والتأميناته كاملة والشاملة، التزاماتنا الضريبية قائمة ولا 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 ننتقص منها شيء. أنا أفتكر الحل يبقى في حملات تفتيشية، ده دور مجلس الصحافة مش دور النقابة. أيوة. دور مجلس الصحافة في ضبط المهنة وضبط المؤسسات الصحفية في أنه يعمل لي حملات بتاع التفتيش على التأمين الاجتماعي على حقوق الصحفيين. عملها لكن تبقى مستمرة لكن لأنه الآن كثير جدا من بعض يعني كثير جدا بعض الناشرين ما عندهم علاقة بالمهنة، ما عندهم علاقة بالصحافة، خشوا باعتبار أنهم عايزين يستثمروا في مجال فيه عائد كبير جدا. هو طبعا اصلا اي زول يخش بتفكير زي ده وما عنده علاقه بالمهنه ما عنده عائد، ما حيكون عنده عائد وما حيحقق ارباح. انت دائما بتستثمر معارفك وخبراتك وقدراتك. اذا انا كنت افتقر للمعرفه في العمل في مجال الصحافه مؤكد اني ما اكسب حاجه وما حنجح، وده للاسف الشديد اوقع كثير جدا من الناس في هذا الفخ واوقع كثير جدا من الصحفيين في هاويه الحقوق المفقوده. لو سمحتي استاذه، في نقطه مهمه جدا. انا ضد ويفترض انه الجميع ضد تخوين اي شخص. والحديث يجب انه يكون لائق في الوسط الصحفي ويكون هنالك في احترام متبادل. ليس هنالك احد تصنع ظروف، هنالك اجتهادات حقيقية يجب إن الناس تحترمها وتقدرها. اثنين، أنا ضد تخوين الناشرين أيا كانوا. الصحف التي توقفت بسبب عجز مالي أو بسبب اقتصاديات الصحافة، صحف كان يقودها ناشرين وهم جزء من الوسط الصحفي وجزء أصيل، ليس الذي يأتي بالخبر هو الصحفي فقط، بالعكس الآن الصحافة السودانية والصحافة في العالم كلها صحافة رأي وليست صحافة خبر، وهذا واقع حقيقي.
الآن في مصر مرتبات هيكل وأنيس منصور وغيرهم مختلفة من المحررين، وهذا واقع حقيقي معلوم ومعروف. الزملاء الناشرين من رؤساء تحرير وغيرهم وهم جزء أصيل، قلة من الناشرين هم خارج الوسط الصحفي مثل الأستاذ المحترم عادل الباز أو غيرهم، توقف الصحفون لأسباب اقتصادية. نعم. إنه تجريم وإنه الناشرين ديل توقف الصحفون كأنه اللصوص جنوا مليارات وهربوا بها أو خدتين فلان في الحراسة وكذا لأنه واكل القروش، دي كلام ما صح. هذه الصحف، هؤلاء المحررين وهؤلاء الصحفيين شهود على التفاصيل الدقيقة جدا داخل قوائم المرتبات، ومنو بيصرف كم ومنو بيعود له كم. والآن الأخ عبد الرحمن اللمين ومعه شباب من المحررين جزء من بيجوا ناشرين الآن وعرفوا هذه المسألة وصعوبتها، إنه في ضرائب، إنه في جبايات، إنه في محليات، إنه في ورق مرتفع ل 7 مليون جنيه سوداني، وبالتالي من وين توفر لهم مرتبات شهرية أكثر من 100 مليون؟ لما يحصل تعجيز بالتالي يعجز الناشر عن دفع التأمين. الآن المجهر تدفع 22 مليون جنيه شهري للتأمينات الاجتماعية، تدفع عن الإعلان أكثر من 40 مليون جنيه للضرائب ذات قيمة مضافة، غير أكثر من 5 مليون هذا جنيه. هذا هو واقع مأزوم، ولكن التفكير في حل هذه القضية لو سمحت 5 مليون جنيه شهريا لضريبة القيمة المضافة في ظل هذا العجز يحدث العجز العام ويسحب الناس إلى إفلاس الصحف فقط. فاصل إعلاني ثم نعود من خلاله كرما يبقون. مرة أخرى أهلا بكم. حالة استفهام، بداية نعتذر عن بعض الإفادات لعميد الصحافة أستاذ محجوب محمد صالح وعدد من الصحفيين لعطل فني، بنكرر اعتذارنا أستاذ محجوب محمد صالح وعدد من الصحفيين. أستاذ أسماء مرغني قبيل تكلمنا، لكن أنا حنتقل بسؤالي أستاذ عبد الرحمن اللمين. الصحافة عليها عدد من الرسوم والجبايات تخطى 10 رسم في إطار الحلول اللي نحن نفتش فيها دي، وإنت أصبحت الآن أنت ومجموعة من الصحفيين في صحيفة الغرار رئيس تحرير وناشرين أيضا. أنا بتقديري الذين يطالبون الدولة أن تدعم الصحافة يغفلون عن حقيقة أساسية ومهمة جدا. إلى من يتوجه هذا الدعم؟ مجلس الصحافة عندما تحدث أن يقوم على صناعة الصحافة شركات، لكنه لم يستطع أن يسيطر على هذا الوضع. نحن نعلم الآن يتقدم الناس بشركات، لكن في واقع الأمر الصحافة هي بيوتات وأسر وملكية أشخاص، وبالتالي أي دعم من الدولة في الظروف الراهنة يتوجه للصحافة إنما يتوجه لأفراد لا يتوجه إلى شركات. قليلة هي تلك المؤسسات التي تقوم على الصحافة في بلادنا. أنا مع دعم الدولة لا الدعم الحكومي. هناك ناس يتحسسون ويتوجسون من الدعم باعتبار أن الحكومة إذا دعمت ربما قلت يدك، ربما لم تجعلك حرا ولا طليقا. نحن نتحدث عن دعم الدولة، لكن هذا يستدعي أن يعاد النظر في أوضاع هذه المؤسسات الصحفية القائمة لتكون شركات ومؤسسات فعلا. الآن الصحافة السودانية تعاني خللا في بنيتها المؤسسية، هي قطعا ليست مؤسسات، هي ملكيات خاصة، وبالتالي لا يمكن للدولة أن تدعم الملكيات الخاصة كلها. في أنا 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 دعوني أنا أتحدث يعني في قالبها في خاصة يعني في قالبها تتحدث عن مردوخ في يملك صحف في بريطانيا يعني مثال الهند عزيزي في السودان يعني صحيفة المجر هي ملكية يعني خاصة. نعم الآن أفخر بأنها ملكية خاصة، بالتالي تغذي الخدمة عامة. هذا كلام نضالي غير مبرر. نحن بنحوم حول المشكلة الرائد الصحافة في بريطانيا وفي العالم فرد يملك صحف إذا والكلام عن المؤسسية كلام يعني ستار يعني غير مبرر، لأن المؤسسية ليست بالضرورة أن الشركة دي يكون فيها 13 شخص عشان تكون مؤسسة. إذا ما تحول المردوخ السوداني إلى مؤسسة في هذه الحالة أنا مع دعم الدولة. مثل ما ذكر السيد وزير الإعلام أن الرسوم كلها إذا تم تجميعها لا تتجاوز 20%، وهذه إذا رفعت. هل هذا الحديث صحيح؟ لا محمد؟ لا ليس صحيح. هذه إذا رفعت لن تحل إشكالية الصحافة. دقيقة لن تحل إشكالية الصحافة. أول حاجة أنا استغرب لكلام السيد الوزير. أنا قدمت هو رد على الكلام يعني. 20% ليس مبلغ سهل. 20% في دراسات الجدوى لأي مشروع اقتصادي أرباح، هي تعتبر أرباح.
فاذا الكلام انه الحقيقي مش ربح يا سيدي الحقيقي ربح حقيقي صحيح. كلام السيد الوزير انه 20% دي حاجه بسيطه ده ليس صحيح، كما ان هنالك يعني احنا الشعب السوداني ده او الصحف النديه هي او اي ممول سوداني بيدفع خسائر سياديه للحكومه، هذه الحكومه كانت تتعامل بالدولار لاسباب تراها انتقلت لليورو. يا اخوانا اي ممول يفتح خطاب اعتماد، وانا اقول كلام لكل الاقتصاديين ولبنك السودان، اي ممول يفتح اعتماد باليورو بيخسر 6% اكسشينج ريت، لانه بيفتح باليورو بيتحول في الكروس بوندس يبقى دولار ثاني بيرجع عند السبلاير بيبقى يورو، ودي اي سوداني يشتغل بزنس بيخسر 6% قبل ما يبدا البزنس اصلا. لكن ده ما المهم يا اخوان، المهم انه الدوله بتتحصل على هذه الصناعه 9 رسوم مباشره و8 رسوم غير مباشره. مش كده بس، يعني في الندوه حصل تشويش انه والله الجمارك كم جمارك، نحن بنأكد انه الدوله بتتحصل 3% رسمي وارد و2% مقدم من ضريبه الارباح وليس ضريبه الارباح، وتتحصل على الترحيل وعلى الشحن وعلى الموانئ البحريه، رسوم حكوميه، رسم موحد، رسم موانئ، قيمه مضافه، نعم. دمغه شرطه، شبر دي ما اخرى، وكمان في حاجه اسمها اخرى ليس مسميات، مخلص، رسم استلام، وبنود اخرى واخرى هذه غير معلومه. في حاجه غريبه جدا، هذه الدوله تتحصل رسوم جوده وتتحصل رسوم معمل جمركي، وهنا الاثنين جاب واحد. في حاجه اهم من كده يعرفوها اخواننا الناشرين، الدولة بتتحصل قيمة مضافة على الراجع، يعني هي بتحاسبك بما طبعته، طبعته في المطبعة 30,000 هي بتشيل 4.5% 4.25% 4.25% بتشيلها، وحتى لو جنادك دي رجعت انت دفعت القروش، يعني هي اخواننا فوق هنا. حلول نحن. انا حقيقة بفتكر انه الحلول، يعني الموضوع ان احنا ده كله شيء شكلي، يعني الناشرين والجماعه دي وقالوا ده كلام شكلي. انا اعتقد انه الصحافه دي هي رساله، صحيح عندها اقتصاديات لكن هي رساله، وينبغي انها تجد الاهتمام من الدوله، وينبغي انه الدوله ترفع يدها. اقتراحات مباشره. نعم، انا بفتكر انه اول موضوع هو ينبغي انه نحن او نحن اقترحناه حقيقه هو الدولار الطباع. يعني الدولة لن تخسر كثيرا، نحن ضربنا وعملنا ماتريكس للتضريبة، الدولة تخسر لها لو عملت لنا دولار طباعي بالسعر الرسمي او بسعر اقل من الرسمي، كويس، لانه هسه زول بيشتري ورق بيشتري الدولار من السوق الموازي. يعني انت تمشي البنك بيقول لك تلقى النفط مكتوب السعر 5.8، لكن اقول لك انا ما عندي دولار وما عندي يورو، تمشي تشتري من السوق بسبعة وشوي. لذلك الكلام اللي فضل به وجيبين اخونا الهندي انه الورق ما زاد، الورق بيزيد وفقا لدورة الورق المربوطة بانتخاب الرئيس الامريكي، يعني هسه بعد فترة الورق ده حيزيد، انت لما اشتريته ب 750 كانت انتخابات امريكية، والان انتخابات امريكية بعد شوية حيزيد 30%، كويس؟ الشيء الاخر الانفليشن اللي حصل والتدهور قيمة الجنيه خلى انه التكلفة بقت زايد، عشان كده الجريدة الان بجنيه بجنيه ونص ما بتخارج، ب 2 جنيه ما بتخارج. لذلك انا افتكر انه مقترح اخر حاجة. استاذ عبد الرحمن الامين استاذ الدولار الطباعي ما عندنا زمن ثاني استاذ ده واحد. اثنين، الدوله ينبغي ان تصرف على الاخبار، يعني الجرائد دي بتدي صفحات كامله وبتكتب اخبار الدوله، فلان افتتح وفلان سافر وفلان جاء، الدوله ينبغي انها تدفع اجينست للاخبار دي. الدوله لسه السلطات بتقول دي السلطه الرابعه، السلطات الثلاثه الدوله بتدفع عليها قروش وبتمولها، صحيح، ليه ما تدفع للسلطه الرابعه اذا كان فعلا هي سلطه رابعه؟ ومقترح اخر انه الدوله ترفع يدها عن الصحافه، تبقى مؤسسات مجتمع اهليه زيها زي اي مؤسسات، لا ضروري لكل اشكال التنظيم. الصحافه لو اصبحت لو اتشالت منها الاعباديه وتركت حره الصحافه تزدهر. شكرا جزيلا. وتنجح وتكسب وتربح. الاهرام الان شكرا جزيلا رضا احنا حندخلك في المقترحات طوال المسؤولين المصريين. شكرا استاذ محمد، معلش انا داير بس في 30 ثانيه ارد على الجزئيه اللي قاله الباشمهندس عثمان مرغن قبيل في الصوره الغامره رسمها للواقع الصحفي. انا داير اقول انه المؤسسات ما حسمي المؤسسات الصحفيه هي جزء اساسي في عدم حصول الصحفي على التدريب الكافي الا من رحم ربي.
كويس، ومرهم ربي دي تحط خطين في جريدتين تقريبا بيهتموا بتدريب الكادر الصحفي في المؤسسات عشان يديني منتوج اقدر انا انافس به في السوق. بالنسبه للمقترحات انا بفتكر انه الدوله يعني انا في رايي الشخصي انه الدعم بتاعها يبقى في رفع الرسوم المفروضه. يعني الان في رسوم مفروضه على الاعلان، في اشكاليه في التحصيل حتى في الاعلان ذاته، في اشكاليه في الاعلان الحكومي، هناك بعض المؤسسات يعني يمر حول كامل ولا تسدد قيمه الاعلان. بديتوا تسددوا في صحيفه القرار؟ والله بالنسبه للقرار ان شاء الله الشهر الجاي خاشين في الـ في الـ في الـ في الـ حنبدا في الاقساط، وعمليا ما بنقول يعني ما عندنا مشكله، المشكله اللي عندنا ممكن تكون عامه في كل الجرايد، التاثير بتاع سعر الطباعه اللي ارتفع فجاه ممكن يكون شويه خلى الناس، لكن في توازن في محمد الخاتم في رضا. انا بس دارست أشيل ثلاثة ثواني أرد على أستاذنا الهندي عز الدين إنه نحن كنا ولازلنا صحفيين وليس ناشرين. دي نقطة مهمة جدا دا أكد عليها في التجربة بتاعت القرار. الجانب اللي بشوفه هم إنه المشاكل بالسوءات الصحافة هي ذات شغين، ذاتي وموضوعي. الموضوعي الدولة، أسعار الطباعة، كل التفاصيل، الناشرين، هي دي فقاعة الناشرين منه. الهندي عز الدين هو مالك الصحيفة ناشرة، لكن هو صحفي قبل ما يكون. مصطفى أبو العزائم ينطبق عليه العقول، عثمان مرغني ينطبق عليه، عبد الرحمن اللمين ينطبق عليه، حسين خوجل ينطبق عليه، هؤلاء هم الناشرين والصحفيين. في التماس وتناص بين الاثنين ذيل، وفي استخدام سيء للموضوع ده في الحقيقة. العنصر الذاتي بتاع الخلل الداري يتكلم عنه إنه هم ما متماسكين، الناشرين ما عندهم اتحاد اللي هم الصحفيين ذاتهم. كم مرة اتفقوا انه يزيدوا سعر السعر بتاع النسخة الواحدة، ويعني انا ما ادري اسمي يعني شخصيات محددة ممكن يكون سمي طيب اسمي الهندي عز الدين وقع على انه الزيادة تكون 50% لسعر النسخة، وطلع ثاني يوم انسحب بعمود، يعني هو وقع بفعل وثاني يوم انسحب بعمود، يعني ولا كلف روح انسحب. مثلا ممكن احنا كان عندنا تجربة مختلفة من البداية، قلنا والله ان احنا الموضوع بتاع الزيادة ما داري انه في القرار، يعني هو حسب تصنيفك انت لنا كناشرين جدد. يعني شكرا جزيلا، شكرا جزيلا محمد الخاتم، اسفين للزمن، نص دقيقه استاذ محمد. طيب يا جماعه ننظر شمال مصر، مصر في الدستور الجديد عملت الصحافه بالاخطار، يعني فقط انت عايز تصدر صحيفه اخطر، بس اخطر بالتليفون قول لي ما انا صحيفه وتوكل على الله ل 750 بتاع الصحافه. من الزاويه دي بالذات بتعني تماما انه بزنس موجه للجمهور، بمعنى اخر انه انت تنجح ولا تفشل ولا تدفع مرتبات ولا تدفع مرتبات، انت والجمهور الغضب، انت مع الجمهور والجمهور هنا بحكمك بالمنتوج المكتوب على الصحيفه وليس بشكل صحيح. شكرا جزيلا. انا بتقديري يعني درجته على انه صديقي وجاري الباشمهندس عثمان مرقني اطلق كلمه بزنس على الصحافه، هي صحيح قد لكن كلمة لا تليق بالصحافة كلمة بيزنس. أنا ما زلت معترضا على شكرا. هذه اللفظة، وأقول لأجل أن تزدهر الصحافة السودانية يجب أن يفكر أسرى الإعلان الحكومي ولا يتم التمييز فيه، وأن يتساوى فيه الناس، لا أقصد يتساوى في نشره لكن على الأقل يطلق صراحه ليعم خيره كل شكرا أستاذ مصطفى. أنا مع الاتجاه الذي يعني سارت عليه مصر مؤخرا في أن لا يكون هنالك قانون خاص بالصحافة والمطبوعات، ليس هنالك إلزام اختار فقط زي ما حدث في بريطانيا، أيضا مع تقليل الرسوم والجبايات، بحيث أنه يعني نستلهم تجارب بعض الشعوب القريبة جدا والدول القريبة جدا مننا. ما في كم هائل من الضرائب زي اللي عندنا الآن، هنالك ضريبة واحدة 5% في بعض دول الجوار زي أثيوبيا مثلا، في 5% فات يدفع حتى من الناس البنة بيت اللي هم أصحاب المحلات الشاي والقهوة لحدت الشركات الكبرى 5% ما أكثر، وفرت التعليم المجاني، وفرت الخدمة العلاجية المجانية. شكرا. دي أيضا حتوسع المعونة. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى. أستاذ الهندي ختاما. طيب أنا بفتكر أنه مبدأ أن التزام الصحفي سواء كان ناشر أو غير ناشر التزامه الأخلاقي تجاه القارئ نمرة واحد، وليس تجاه الناشرين والصحفيين، هذا ما كان التزامنا في المجهر. ثانيا أنا أطالب الدولة ليس بدعم مباشر، نحن لا نريد أموال من الدولة، ولكن أن ترفع يد جباياتها عن المسألة الصحفية. حوالي 20% من بورسودان إلى الخرطوم تعادل 680 جنيه في كل طن،
إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، ضريبة القيمة الشخصية على على الصحفيين، يعني الصحفي اللي بياخد بليون بيصرف 900، وكل هذه المشاكل مقابل إنه أنا وأنا جاي هنا بقرأ في النت إنه في موريتانيا دولة فقيرة، في مصر، في تونس، في الجزائر، في صناديق حكومية لدعم الصحافة. شكرا جزيلا. 7 مليون جنيه دعم الحكومة المصرية، ما يعادل مليون دولار للصحف، ونحن لا نريد دعمها ولكن نريد رفع الدولة أن ترفع. نتمنى غدا أخضر للصحافة السودانية، تحية للصحافي أينما كان. أطلب من الصحافة السودانية أنه تتوجه في قضاياها وفي معالجاتها للمجتمع. الآن الصحفيين يشكون شكرا جزيلا الرغابة، لكنهم لا. شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن، شكرا لكل المشاهدين اللي شافونا في هذه الحلقة من حالة استفهام. الثلاثاء المقبل إن شاء الله لقاء جديد. شكرا جزيلا لتكرمكم بالمتابعة، وإلى اللقاء.